سي بون سعدي بوليدي سعدي بوليدي لبك لبك بون بسم الله الرحمن الرحيم خلاص جاب ربي انا صاير انا معروفين دركا ما تعرفنا بعضنا با مال دو فوا اليوم جينا افون تو يا بريتو نعطيو تبريكات العيد لكم مبارك كل عام نتوما بخير من الجول الجول من الجزائر تونس المغرب جماعتنا تاع لبنان جماعتنا تاع العراق هذيك سمعت العراق الله كاين بطريس هذيك بطرس بطريس هذيك مانيش عارف ليسونسيال العراقيه هذيك ربي ان شاء الله عيدك مبروك ونبداو نسموها جماعتنا تاع مركز شوك فيسبوك وكل سون اكسيبسيون ايه بون ساليتاسيون سبيسيال بور بنتي خيره ذات بنتي على الاقل ومين جا قلت لهم هذاك اللي المكتب هنا راه عزيز وخلاص علاش مش كتبتنيش انا وانا باباها صاي طيش ليزونزيال حبينا نتكلموا المره هذه على البروبليم اللي حكى تكلم مش بروبليم لافير اللي تكلم عليها ياسين لا ماشين باه نكسروا الطابو اللي كاين بين ريبري جوستيس والدوله الدوله متمثله في درك في شرطه في قضاء في احنا حبينا ننظموا هذه الديبا هذه بمساهمة مركز شوك فيسبوك ومجموعة فريند فوريفرز باه نديرو واحد الحاجة جديدة نخلقو لو كونتاكت ديريكت بين المساجين القدامى اللي الناس اللي فوتت الفترة تاع السجن تاعها وخرجت هنا لاحظنا بلي راه كاين واحد الانقطاع في الاتصال بين الشرطة الدرك القضاء الناس هذه مسبوقين قضائيا حبينا نديروا ندوه هذه الندوه نتكلموا فيها على طرق وسبل التواصل بين هذه المجموعات هذه اللي هي الدرك والامن ومسبوقين قضائيا والقضاء ارتئينا اننا نديروا ديبا هذه الديبا نتكلموا فيها على الطرق والسبل وحلول المفترض انها تكون موجوده على ارض الواقع وقمنا بمشاركة أعضاء شرطة فيسبوك وفريند فور ريفرز طبعا الادمين برينسيبال ياسين ودعينا المجموعة هذه دعينا قائد الفرقة الإقليمية للدرك وكان سعيد جدا بهذه الدعوة دعينا وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة وثمن هذه المبادرة هذه رئيس المحكمة تقدمنا له بدعوة رسمية هو ما رفضهاش لحد الان لكنه لحد الان ما عطاناش لوكي قال لي خليني نزيد نفكر وخليني نزيد نتصل بالجهات المعنيه لانه هو انسان حركته اكل محسوبه عليه ولازم دائما تراخيص من الجهات العليا نتاعو اتصلنا ايضا بمجموعات المجتمع المدني واكاديميه المجتمع المدني المتمثله في اخ عميره الدفي المنسق دائرة المتكلف بأكاديمية مجتمع المدني اتصلنا بجمعيات الأهلية وجمعيات مسبوقين قضائيا من بينهم مسبوقين قضائيا ويقولها افيك فيرتي كما يقول الجوري ياسين بحثنا صيد ياسين اتصلت به قال لي ايه ونشاركوا معكم احنا علاه قمنا بالشهادة به احنا ما ناش ناس راح تهدر احنا ناس تخدم في الميدان ما ناش ناس تاع نفاق نافقوا ونقولوا ما نمارسوش العمل السياسي كي تبان النتائج السياسيه نعودوا اكثر المبركين فيها واول مبرك لا احنا خدمتنا دائما واضحه دوفون تو الموند واللي حاب يظهر ويجي يخدم معنا مبروك ما عندناش فيه مشكله حنايا مشكل تاعنا مع واحد اللي ما يحترمش نفسه عندنا معاه مشكل انسان اللي ما يعتبرش للناس عندنا معاه مشكل انسان اللي يهدر فينا بالشي اللي ما كانش عندنا معاه مشكل اما اي واحد ان شاء الله يكون بنيامين نتنياهو يجي يخدم معايا كل بيان تاع البلاد وتاع العباد اهلا وسهلا قادر نتعامل معاه قادر نتعامل حتى مع حزب الشيطان لو ديابل وكان يدير بارتي ويدير جمعيه اهليه نتعامل معاه ا كونديسيون يكون فيها الخير ليا ولهذا 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 والخير للناس اجمعين بون هنا نفيكسو الرونديفو ان شاء الله يا ربي الخميس لو 23 ا 15 ثلاثة يعني ثلاثة تاع العشية عندنا اجتماع تحضير يحضروه هنا مجموعة شرطة فيسبوك ومجموعة فرانس فور ايفرز ويحضروه أكاديمية المجتمع المدني حنا نجيبوهم ويحضروه المساجين أنا شنو نقول هذا اجتماع تحضيري نوحدوا فيه المطالب ونقسموا فيه الكلام ونختاروا فيه الكلام راح نتكلموه أمام المسؤولين راح ما تنساش رئيس محكمة مش حاجة سهلة
وكل الجمهوريه باه يحضر معك مش حاجه سهله. مدير المركزي للسجن مش حاجه سهله. مجتمع الجمعيات الاهليه مش حاجه سهله. ممثل رئيس الدائره رئيس البلديه مش حاجه سهله. هذو قاعد دونك ما لازمناش نبانو ديجا اللي ما نعرفوش نتكلموا ما نعرفش نتعامل مع المسؤولين. لازمنا نكونوا ناس واعيه مثقفه حاطه حاضره تتعامل مع الظروف. الحمد لله دكتور احنا كاع مثقفين جماعه. الحمد لله. دونك اش حبينا نقولوا؟ حبينا نقولوا هذه دعوه للناس اللي حاب يشارك في عمل نفعي للناس اهلا وسهلا. واللي حاب يتفرج فينا اقعدوا راك تجروا على البيسي واهدر وتفرج وقول هذا العبد المخنن ولا يعرف يهدر كما تقولها. هكذا ربي عين هذاك ربي عين ربي عين. انا نخدم سيرتين ورا البيسي كاع يقولوا رجال ورا البيسي راهم كاع رجال. زيد نقول لكم حاجه الكومنتير كاين الناس راهم يحطوا في الكومنتير سبان وكاع راكم بدون مستوى. انا نقول لك انا ما نرجع لحتى واحد يرجع لكم ابدا ابدا صح. كاين الناس تسب ترجع في ميساج بصعب تلحق تسب الام تاع واحد ماكش انسان. نقول لك انسان ماكش محترم وزيد كي سبيتني انا عرفت قيمتي عرفت باللي الرساله تاعي وصلت فيك انت جوست هي لا هي صافي بليزير كي تسمعني no, no. عرفت باللي الفيزا راك سمعني صافي بليزير كي تسمعني حسيت درت لك هي عاده هي عاده نشوف كي تضرب من اللور عارف روحك ديما من قدام حاجه باينه بيان سير كي تضرب من اللور راك ديما من قدام. هذه وحده ليسونسيال. كاين حاجه برك الدعوه راها عامه اللي حاب يحضر سوا اللي راه يخزر في روحه اين مي عندي كيجي لي يولي امامي ارواحوا 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 انا ولدي طاب هذه ما تقدروش تمشوا فيها نتوما ديجا ما تخمو لهاش المهم المقر برك باه يعود على بالك. ايه المقر راه المكتبه البلديه تاع النصف حضاري تاع الحمايد تاع مكتبه تحي محمد شعباني انفصل الامن الحضاري ثالث انفصل الامن الحضاري ثالث نهار الخميس الثلاثاء لو 23 بون باي باي تشاو اريفيديتشي وزين الخلاص السلام عليكم خلاص تاعنا ايا باي كوفي.